ضيفتنا المعروفة والمحبوبة نجاح حفيظ. أهلا وسهلا فيكي ببرنامج قوس قزح. يا ميت أهلين وسهلين فيكي بهالوش الحلو. هلأ أنا بزيارتك إلنا حابة أحكي معك بموضوع ما بعرف شو هو مدى اهتمامك فيه، بس يكون يعني موضوع يعني أقدر أتجاوبك عليه. طيب شو رأيك إنه هو موضوع غير المواضيع اللي ممكن دائما تحكي فيها، هيك بدنا نخرج عن الإطار مو تقليدي يعني إيه؟ ماشي. بدنا نحكي عن الحب، شو رأيك بالحب؟ أحيانا بتقولي كمان التلج، يعني الحب بتقولي تلج، ليش التلج لون أبيض ناصع رغم برودته وأساوته، لكن أحيانا بتلاقيه مظبوط هذا الحب، يعني الحب طقوس. يعني يا ترى مفهوم الإنسان للحب بيتغير مع السنين؟ طبعا بده يتغير، لأنه يعني هي مثل الطبيعة عيوني. الإنسان كمان بيكون طفل، بيصير بالربيع، بيصير بالخريف، بعدين بيصير بالشتاء، وهذا يعني. بس طبعا أنا بعتبر إنه الحب الطفولة بتترافق مع الشيخوخة، الحب شايفة كيف بيصير لما بيكون طفل، الحب تبعه بيكون نقي صافي، ما في أي شيء أي شوائب فيه، ولما بيكبر الإنسان كمان بيصير حبه صافي نقي ما في شوائب. أما ما بين الفترة بين الطفولة والشيخوخة بيبقى في شوية هيك يعني شوائب، في لا مو شوائب الله لا واقعية يعني في يعني مثل ما قلت لك يعني مثل الخريف والربيع يعني. طب أحيانا بيقولوا عين الحب عمياء، شو رأيك بهالشيء؟ إيه بيقولوا يعني يعني الإنسان لما ما بيحب من قلبه بيحب من عينه، أول نظرة هي بيعتبروها. نحن حسب ما بنسمع إنه الحب من أول نظرة، فالمعنى العين مطرح ما بتحب الدب ما بيقولوا. يعني العين الشيء اللي بتحبه بتطلع له، يعني المحب بيشوف بينظر للأشياء غير الآخرين، بيكون عنده نظرة خاصة. والله شوفي أنا بعتقد إنه أحياناً بتسمعي صوت لنفرضها إنسان، يعني بتسمعي صوته بتحبيه ممكن إنك ترتاحي له من صوته، بس يمكن لما تشوفيه بالواقع قدام إنك كصورة بتختلف الشغلة. الحب كله عطاء، طالما يعني حياتنا كلها يعني بتنبنى على شيء اسمه الحب روحي، بس الحب الصادق. الله هيك يبعث لك هيك حب صادق، وإن شاء الله منشوف. أنا بدي أسألك بقى رأيك شو هو. طيب أنا قلتي لي حياتنا كلها بتنبنى على الحب، إذا أنا سألتك مثلا معادلة حياة ناقص حب شو بتساوي؟ ما في عطاء، ما في يعني، ما بعتقد إنه الحياة بدون حب يعني مو معقول، يعني لا تعزيني بالكلمة، مو معناته إنه أنا بحب إنسان، يعني بحب الحياة كلياتها، بحب الحياة، بحب العمل، بحب الناس، بحب زوجي، بحب أهلي، يعني هذا بدون حب الحياة ما بصير. طيب تعتبر يعني جافة وكأنه واحد عم بالأنفاس بالنفس الأخير يعني. لساتنا عم نحكي عن الحب وحديثنا هلأ بدي روح للغناء. نحن سمعانينك كتير يعني غنيتي بزمانك. أنا بدي أسألك يعني شو هي الأغنية، أغنية الحب اللي أنت بتفضليها وبتدندنيها وهلأ ممكن تغني لنا إياها؟ والله في كتير أغاني عن الحب، بس اللي بيشعر فيهن بصدق وكلماتهم بتبقى صادقة، يعني طبعا الشعراء واللي بيأديهم بيبقى بصدق، ما في غير يعني الله يرحمها المطربة أم كلثوم، هي الإنسانة الوحيدة اللي لما بتغني على الحب بتحسي إنه من أعماقها عم يطلع كلمة الحب، مزبوط ولا لا؟ حتى الشعراء يعني يعني يلي كانت تغني له أم كلثوم عم يحكوا عن الحب بصدق. أما هلا بتحس لك إنه اللي عم يغنوا على الحب هيك مثل واحد يعني كلمة إنه حبيتك، بدي شو حبيتك، مدري مدري شو دول، يعني ما لي حافظة دول التعاطي ما بحبهم. طيب. بشوفهم إنه هيك مثل هوا، يعني هيك يعني بساعة الساعة مثل عطر بتشميه هيك وفورا بيروح،
هالكلمات اللي هلأ بنسمعها عن الحب. أما الحب الأول والشعراء اللي كانوا يتغنوا بالحب، يا ترى هي الأغاني اللي اختلفت ولا الحب هو اللي اختلف؟ والله ممكن يعني نقول كله مع بعضه يعني تابع مع بعضه. طيب هلأ أنا لسه في سألتك سؤال جاوبتي على نصه، لسه النص الثاني هو أنا بدي اسمعك عم بتغني. بس يعني لا تأخذيني لأنه كأني ما متحسس يعني في مثل هيك صوتي يعني لسه ما له، فهو طبعا مراكز يعني نحن بنعتمد من الفنان على الأداء بالغناء مو هو على الصوت. أيوة يعني أنا يعني لا تعتبري، تعتبري أداء يعني. الحب كله حبته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا، والكل قلبي دقيته حب، يا حبيبي قول للدنيا معايا، والكل قلبي دقيته حب، يا دنيا حبي وحبي، ده العمر هو، ده العمر هو الحب وبس. ترارم. هلا قبل ما يعني انت اكيد مستعجله بدك تروحي يعني زيارتك قصيره، بس بدي اطلب طلب، يا ريت ما تخجليني، حابه اسمع شوي من بالي معك. على راسي هي حبيته يعني شفتي فيها صدق بالغنية. الله يخليك يا رب. بالي معك بالي 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 بالي، ويا ابو الجبين علي 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 علي، بالي معك بالي 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 بالي، يا ابو الجبين علي 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 علي، وحياة سواد عينك يا حبيبي غيرك ما يا حلالي، ايه والله وغيرك ما يا حلالي. يسلم هالصوت واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير يا ليت. اهلين وسهلين. خلص اللقاء. بحب اقول لكل انسان عم يشوفني ولكل الناس ولكل الجمهور كل شيء عم يشوفني بالبلاد العربيه كلياتها، بحب اقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنهم، وبتمنى لهم اسمي الكامل يكون معهم، النجاح حليفهم والحفيظ يحفظهم.